إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فقد أخرج الإمام الدارمي وغيره بألفاظ متقاربة قصة حدثت في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة هذا هو مجملها، وذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قد دخل على الناس في المسجد، فوجد أمرًا أنكره لم يكن موجودًا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى بيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فوجد تلاميذه مجتمعين عند بيته ينتظرون خروجه، فانتظر معهم حتى خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فقال له ما رأى من الأمر الذي أنكره، وقال الحمد لله لم أر خيرا من لم أر إلا خيرا. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه ماذا عملت؟ قال لم أعمل شيئا، أنتظر أمرك. فذهب إليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، فوجدهم متحلقين في المسجد، وعلى كل حلقة رجل يقول لهم عدوا كذا، سبحوا كذا، هللوا كذا، ويعدون ذلك بالحصى. فقال لهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أكبر فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وآنيته لم تكسر. ثم قال لهم رضي الله عنه وأرضاه إما إنكم مفتتحوا باب ضلالة، إما إنكم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير، لم يريدوا بفعلهم إلا الخير، ذكر وتهليل وتحلق في مسجد وفي بيت من بيوت الله. فقال لهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كلمة عظيمة هي ميزان لا بد أن يتنبه له الإنسان، قال وكم مريد للخير لم يصب الخير. فإذا ليس المدار على النية، وإنما المدار على صحة العمل. فهؤلاء تجمعوا في بيت من بيوت الله وذكروا الله، ولكن على صفة لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم عبد الله بن مسعود هذه المقولة، كم مريد للخير لم يصب الخير. قال راوي هذه القصة عمرو بن سلمة، قال ولقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، أي أن هؤلاء الذين كانوا متحلقين قاتلوا علي رضي الله عنه وأرضاه مع الخوارج في يوم النهروان. وهذا يفيد أن البدعة الصغيرة تجر إلى البدعة الكبيرة، وكل البدع شر. وأيضا يا عباد الله، جاء عند عبد الرزاق في مصنفه أن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو من أكابر التابعين وسادتهم رحمه الله ورضي عنه، أنه رأى رجلا يصلي ويكثر الركعات بعد صلاة الفجر، فنهاه عن ذلك
فقال له الرجل: هل يعذبني الله، هل يعذبني الله على الصلاة؟ فقال له: لا يعذبك الله على الصلاة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. فهذان أثران يا عباد الله عن الصحابة والتابعين في التحذير من الابتداع بالدين. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، وقرأ قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه يا عباد الله تبين خطورة هذه البدع، وأن البدع أمرها عظيم، لأن البدع يا عباد الله لا يتاب منها في العموم وفي الغالب، وذلك لأن الذي يبتدع بدعة يظن أنه على حق وأنه على طاعة، بخلاف من يعمل المعصية فإنه يعلم أنه على خطأ، وهو يا عباد الله أحرى بالرجوع والتوبة. ولذلك جاء بالحديث: إن الله عز وجل لا يقبل لصاحب بدعة توبة. والمراد عند أهل العلم في هذا الحديث أنه لا يوفق لها في الغالب والعموم. فالمسألة يا عباد الله عظيمة وخطيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: إن كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فالمسألة خطيرة وعظيمة، وعلى المسلم أن ألا يتساهل في البدع والمحدثات، لأنها تجر إلى الضلالات وهي في نفسها ضلالة، ثم تجر إلى نار جهنم والعياذ بالله. فيا عباد الله احذروا البدع صغيرها وكبيرها، فإن السعادة، كل السعادة في اتباع السنن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي كفيتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن من أعظم البدع والمحدثات التي انتشرت في العالم الإسلامي انتشار النار في الهشيم بدعة المولد النبوي. فيا عباد الله خذوها قاعدة: إن كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر يعود ويتكرر ويحتفل به فهو عيد من الأعياد. وإذا كان هذا العيد ليس منصوصا عليه في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أنه بدعة وأنه ضلالة وأنه منكر، أيا كان هذا اليوم وأيا كان هذا الاسم. فإن كل ما يعود ويتكرر ويحتفى به فإنه عيد ومنكر وضلالة. فليس في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وما سوى هذين العيدين فهو باطل. ومن هذا الباطل هذا العيد الذي يحتفلون به بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المولد يا عباد الله لم يحتفل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنه، ولا السابقون الأولون من المهاجرين، ولم يحتفل به أصحاب رسول الله، ولم يحتفل به التابعون ولا أتباع التابعين. وإنما جاء هذا في القرن الرابع عندما احتفل به العبيديون الزنادقة الرافضة. فهؤلاء هم أول من سن الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء العبيديون الذين يتسمون بالفاطميين زوراً وكذباً وبهتاناً من أجل أن ينسبوا نفسهم إلى آل بيت رسول الله، فيستميل الناس فينشر الكفر والبدع والخرافات، فهم باطنية كافرة أجمع أهل الإسلام قاطبة على زندقتهم وعلى كفرهم. فهم أول من سن هذه البدعة وانتشرت في الأقطار الإسلامية. فالذي يحتفل بمولد رسول الله
إنما يتشبه بأعداء الله من هؤلاء العبيديين الزنادقة الذين كان أصلهم من اليهود، وهم أصهار المجوس، فهم ظلمات بعضها فوق بعض. وأيضا يا عباد الله، الاحتفال بمثل هذه الموالد هو تشبه بأعداء الله النصارى الذين يحتفلون بمولد عيسى عليه الصلاة والسلام. فالاحتفال بمثل هذه الموالد يا عباد الله ظلمات بعضها فوق بعض، ولا يسلم الاحتفال يا عباد الله بمثل هذه الموالد من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الاستغاثة به ودعوته من دون الله سبحانه وتعالى. فغالب هذه الموالد لا تخلو من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وإن كانت خالية من الشرك فهي في أصلها بدعة لا تجوز. ويا عباد الله، إن أهل البدع خاصة في هذا الزمان الذي نحن فيه، في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل، يسعون سعيا حثيثا إلى نشر هذه البدع وهذه الضلالات، ويلبسون على الناس بأدلة من القرآن والسنة، فيستدلون بآيات من القرآن، ويستدلون بأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس الشأن في الاستدلال، ولكن الشأن، كل الشأن في صحة استدلالهم بكتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الاستدلال، حتى الليبرالية والزنادقة يستدلون بكتاب الله وسنة رسول الله، ولكن أنى لهم أن تكون هذه الأدلة تصحب بدعهم وضلالهم. نعم يا عباد الله، هم يستدلون، ولكن استدلالهم غير صحيح. فمن استدلالاتهم التي يلبسون بها على الناس أنهم يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقولون إن رحمة الله وفضل الله هو الإسلام والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نفرح بالإسلام والقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فيرد عليهم، وهذا الرد في كل استدلالاتهم: أولاً، إن هذه الآية فيها فرح بفضل الله، فرح بالإسلام، وفرح بالقرآن، وفرح بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الفرح هو فرح بنعمة الله علينا أن هدانا إلى القرآن والإسلام واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن نحتفل بيوم مولده، فلو كان هذا هو المراد لفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به، ولفهمه الصحابة وعملوا به، ولفهمه التابعون وعملوا به، ولكنه فهم سقيم ووحي من الشيطان الرجيم، ليس عليه صحة استدلال لا من فعل رسول الله ولا من أصحابه ولا من القرون المفضلة. فبطل استدلالهم، وكل استدلالاتهم باطلة. وأيضاً يستدلون بصيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، يستدلون بصيام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، ويقولون هذا احتفال من النبي بيوم الاثنين. والرد عليهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم عظم يوم الاثنين، عظمه لأنه ولد فيه صلى الله عليه وسلم، ولكن عظمه بالصيام، فصامه صلى الله عليه وسلم، فصار صيامه سنة. أما الزيادة على الصيام فهو بدعة وضلالة. فهل أنتم يا من تحتفلون بمولد رسول الله أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهل زاد النبي على الصيام؟ قطعا لم يزد صلى الله عليه وسلم على الصيام. والأمر الثاني: إن الاحتفال ينافي صيام ذلك اليوم، فالصيام يا عباد الله ينافي الاحتفال، لأن الأعياد لا تصام. فصيام النبي صلى الله عليه وسلم ليوم الاثنين إبطال لاحتفالهم بيوم مولده. ومن الرد على هؤلاء يا عباد الله، والردود عليهم كثيرة، ولكن هذه إشارات تذكرة وتبصرة. يقال لهم: هل هذا المولد
علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ فإن قالوا علمه فلماذا لم يعمل به؟ هل كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا من الرسالة؟ فإن قالوا نعم صرَّحوا على أنفسهم ونادوا على أنفسهم بالكفر والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأمين على وحي الله، فلا يكتم شيئًا أمره الله به. وإن قالوا جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم جهلوا رسول الله، وهو أكمل الناس علما، وهو أكمل الناس علما، وهو المبلغ لشرع الله عز وجل. فلم يكن من فما لم يكن من الشرع فليس من العلم. فإن قالوا جهله قلنا كفرتم بالله وتنقصتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا يا عباد الله أن نحذر من هذه البدع ومن هذه المحدثات، فإن المتصوفة والرافضة والليبرالية ومن لف لفهم وسعى سعيهم يريدون إضلال الناس بمثل هذه البدع وهذه المحدثات. وإنهم دخلوا يا عباد الله على أهل السنة من باب المولد النبوي، والله ليدخلون على أهل السنة التصوف من كل أبوابه. فالحذر الحذر، فالحذر الحذر يا عباد الله من كل البدع والمحدثات، ومن هذه البدعة خصوصا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن من المنكرات التي تساهل فيها الناس خاصةً في الأزمنة المتأخرة ما يسمى بالتستر التجاري. فالتستر التجاري يا عباد الله فيه غشٌ وخداعٌ وكذبٌ وتحايُل وخيانةٌ للعهد وعدمُ وفاءٍ بالعقد، وهذا كله باطلٌ يا عباد الله. ومن صور ذلك يا عباد الله التستر على العمالة المخالفة، فإن التستر عليهم هو يا عباد الله عملٌ لا يجوز، لأنه غشٌ وخداع. ويشمل يا عباد الله هذا التستر على هذه العمالة أن بعض الناس يسجل هؤلاء العمالة تحت اسمه التجاري ويجعلهم يعملون، ثم هو يأخذ المرتب، وهذا ما يسمى في عرفنا بنظام الكفالة. وهذا يا عباد الله حرام شرعا، وذلك من عدة وجوه، كما أفتى بذلك علماؤنا كابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة. فمن أسباب تحريمها أنها غش وخداع وكذب وتحايل. والأمر الثاني أن هذه يا عباد الله مخالفة لولي الأمر الذي سن هذا النظام، وهذا النظام يجب السمع فيه والطاعة إذا لم يكن فيه مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أنه من الغرر والميسر والجهالة. والأمر الرابع أنه من أكل أموال الناس بالباطل، فمثل هذه المعاملات لا يجوز التعامل بها، فلا يجوز التستر على المخالفين ولا الإعانة في مثل هذه الأمور في هذه الأمور. واعلموا يا عباد الله أن المدار كل المدار على البركة في المال. فبعض الناس عنده هذا الجشع فيعمل مثل هذه الأعمال المحرمة حتى يجمع المال من حله ومن غير حله، فيقال له إن البركة هي المدار في هذا المال. فكم من رجل عنده من المال الكثير لا يجد في ماله بركة، وكم من رجل عنده من المال القليل ويجد فيه البركة ظاهرة، وكم من رجل عنده مال كثير لا يجد فيه السعادة، وكم من رجل عنده مال قليل ويجد فيه كمال السعادة. فالمدار كل المدار
على أن يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا المال وليس بكثرته، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، فإن المال يوم القيامة حلاله حساب وحرامه عذاب وعقاب. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شهد شهد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر وفتنة، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المرابطين على الحدود، اللهم كل إخواننا المرابطين على الحدود عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ثبت أقدامهم، سدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.